نقوم اليوم بوقفة احتجاجية نظرا للتعسفات التي أصابت الجمعيات المجتمع المدني هنا بمدينة العيون الخاصة بمجال التخييم، خصوصا نحن نعرف أن التخييم هو تحت الرعاية الملكية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار عطلة للجميع، فإذا بنا نفاجأ اليوم بعدم الترخيص لمجموعة من الجمعيات المحلية والوطنية، خصوصا لم يبقى على انطلاق المرحلة الرابعة سوى يوم واحد بأنها تلغى نتيجة عدم توفرهم على النقل. من هنا نطرح سؤالنا، السؤال ديالنا كيف سنواجه الأباء والأمهات والأطفال الذين وعدناهم بهذه العطلة للجميع، الذين كان لهم أمل على أن يقضوا عطلة خارج مدينة العيون. نتمنى من المسؤولين أن يأخذوا بعين الاعتبار هؤلاء الأطفال الصغار، وكذلك حتى لا تنقص مصداقيتنا نحن كجمعيات أمام الأباء والأمهات، ونتمنى أن يكون هناك حل إن شاء الله. المشكل أساسه أن تم إقصاء ديالنا إقصاء مباشر من طرف وزارة الشباب والرياضة، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وكذلك من الجامعة الوطنية للتخييم. نزل الوزارة أعطتنا رخصة القبول، ولكن منين جينا باش نسيزو الملفات ديالنا المدير الجهوي رفض هذه القضية وعطى الأمر ديالو للموظفين بأن ما يتسيزو. بغينا نعرفوا الأسباب والتداعيات ديال هذا الشيء كامل اللي عدل، شنو الهدف من ذا كامل؟ وحنا ناسنا موجوده وراقينا موجودين وضيعنا صراحه في هذه القضيه، راه تشد السمعه ديال الجمعيه كانت سمعه زينه وطيبه مع اولياء الامور والناس والمنخرطين ديال الجمعيه، درك بهذه القضيه كل شيء نفر منا، كل شيء رد لنا السبب، وهذا ما عدنا ذنب فيه. لذلك كانت حمل المسؤوليه الكامله المدير الجهوي لهذه القضيه، وكان طالب بانه يتفتح تحقيق في هذه القضيه فورا، وحنا رانا ما غادي نتنازلوا حق لكن من بغي يكون. لذلك الله نطلبوا من السلطات التدخل بحاله مستعجله. اليوم نتواجدوا في حذا القطاع الوصي اللي هو وزاره الشباب والرياضه، اللي حقيقه تفاجئنا انهم حرموا المنظمه والله الجمعيه من النقل ترونسبور اللي عطيته الدوله، وما عرفنا علاش، يعني حتى الاتصال المسؤول بالمسؤولين كان منقطع، يعني ما دام حرموا الجمعيه راهم حرموا الاطفال المشاركين، وجدوا المسائلهم وفرحانين الى اخره، ونتفاجئوا دريك ايام ما عرفنا كاع علاش اللي نقولوا لهم عنا راهم ما تلاو ماشي. ونتمنوا ان تعود اذان ساغيه لهذا الموضوع وما يحرموا هاو الناس من المخيم الصيفي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.